مرحبا بكم مشاهدينا في أبرز أخبار الاقتصاد. قالت مؤسسة أوراق المستقبل إن زيادة نسبة التضخم غير طبيعية، قد يصل إلى 16% مع نهاية السنة إذا استمر على معدلات الحالية نفسها. وبينت المؤسسة أن نسبة التضخم قد ازدادت في شهر تموز من العام 2021 مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2019 بمقدار نحو 8%، ليصل الرقم القياسي العام للأسعار إلى نحو 114%، مؤكدة أن هناك خطورة على الاقتصاد يمثلها ازدياد نسب التضخم والتي قد تؤدي إلى انكماش الاقتصاد العراقي. أكد مجلس الخدمة العامة أن معدل استجابة الوزارات لطلباته بخصوص الهياكل الوظيفية لا يتعدى 20%. وذكر قسم الهياكل الوظيفية في مجلس الخدمة أن المجلس أرسل كتبا رسمية للوزارات طالبة بتوفير معلومات عن هيكليتها وما تحتاجه، و20% فقط منها أرسلت جوابا. ودعا المجلس الوزارات التي لم تنجز ما طلب منها إلى الإسراع بإكماله. أعلنت وزارة الزراعة في حكومة كردستان العراقي أن تقريراً طبياً للجنة التحقيقية أكد أن الطحين المورد إلى أسواق كردستان يحتوي على مواد قاتلة. فقد ذكرت الوزارة أنه في العام الماضي استوردت كردستان العراق منتوجات من الأسواق من دول أخرى، تبيناً وليس بالإمكان الاعتماد عليها 100% من جهة الأمن الغذائي. وذكرت أن العام الماضي سوقت فيه 390 ألف طن من الحنطة للأسواق، ولكن العام الحالي قد استقبل 126 طنا فقط بسبب الجفاف والأوضاع السيئة التي تعرضت لها المنتجات الزراعية. ذكر صحيفة الاندبندنت العربية أن العراق يمتلك العديد من الأماكن السياحية والتاريخية والأثرية والدينية، ولكن مع ذلك فقد أهملت الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 هذا الدور الحيوي الذي يشكله قطاع السياحة. وأضافت الصحيفة أن إسهام السياحة في الناتج المحلي الإجمالي وفي أفضل ظروفها لم تتعد أكثر من 3%. ونقلت الصحيفة عن مراقبين قولهم إن كل القطاعات الاقتصادية مهملة ومتروكة، وحتى القطاع النفطي وهو ذو الإيراد العالي أهملت الحكومة برامج تطوير شركاتها الوطنية العامة، ومنحت عبر جولات التراخيص عقود استخراج النفط لشركات أجنبية. رجح وزير النفط الحالي إحسان عبد الجبار إبقاء تحالف أوبك على أسعار النفط عند حدود 70 دولارا للبرميل مع بداية الربع الأول من العام المقبل، واستقرار الأسعار عند 65 دولارا للبرميل إلى آخر العام. وأضاف وزير النفط في مؤتمر صحفي أن وزارته تخطط لزيادة القدرة الإنتاجية إلى 8 ملايين برميل يوميا، مطالبا الحكومة بتوفير التسهيلات المطلوبة كافة للتنفيذ في أثناء المرحلة المقبلة. يذكر أن القطاع النفطي يعاني تعثرا واضحا بسبب إخفاق الإجراءات الحكومية، على الرغم من اعتماد الاقتصاد العراقي بشكل شبه كامل على صادرات النفط. قال رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية العراقية في مجلس الشورى الإيراني مجتبى يوسفي أن هناك نية لرفع التبادل التجاري مع العراق إلى 190 مليار دولار. وبين يوسفي أن هناك إمكانية لتصدير خدمات فنية وهندسية إيرانية إلى العراق بقيمة 50 مليار دولار سنويا، مؤكدا إمكانية رفع التبادل التجاري بين البلدين إلى 190 مليار دولار، مما يعني مضاعفات الرقم الحالي البالغ أكثر من 12 مليار دولار بمعدل 95% أو مضاعفته 16 مرة. وأكد يوسفي مناقشة رفع حجم التبادل التجاري بين الحكومتين في أثناء زيارة الكاظمي إلى إيران. نهاية أخبار الاقتصاد، إلى اللقاء.